يعني إن شاء الله يبقى ذاكر. لقاء للجميع يعني عشان ما ناخدش وقت يا أحمد، نقدر نتوكل على الله بإذن الله نبتدي يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله الصوت واضح كده تمام. تمام يا أحمد. طيب تمام إن شاء الله هنتكلم عن الفازوبريسورز أند الإينوتروبس. إن شاء الله تبقى حاجة سريعة كده. في الأول الفرق ما بين الاثنين، الفازوبريسورز هي التارجت بتاعها انها تعمل فازو كونستريكشن او تزود السيستميك فاسكور ريزيستنس، اللي هو عشان ارفع المين ارتيريال بلاد بريشر، عشان اوصل في الاخر ان انا يبقى عندي التارجت بتاعي للمين بريشر يكون اكتر من 65 ملم ميركوري، او عشان نكون ادق ان انا تارجت اند اورجان برفيوجن. الاند اورجان ده وات ايفر القصه، يعني مثلا في العيانين السريبرال هيبقى الاند اورجان بتاعي غير العيانين التانيين اللي فيهم سبسس او كده، وكذلك التروما. اما بالنسبه للانوتروبس فهي ديت التارجت بتاعها انها تزود الكاردياك كونتراكتيليتي، ده ان كيز اوف بامب فيلير. فده هو الفرق الاساسي ما بين الاثنين، دي بتشتغل بطريقه ودي بتشتغل بطريقه. طيب عموما نتكلم عن جزء فيسيولوجي كده. بنتكلم عن عندي اثنين ادرينرجيك ريسبتورز، الالفا ريسبتورز والبيتا ريسبتورز، وهم دول التارجت ريسبتورز بتوع الانوتروبس اند فازوبريسورز. اولا بنتكلم على البيتا ريسبتورز، احنا يهمنا منها الكارديو فاسكولار افكت عموما بتاعها، فهنتكلم عليهم. البيتا 1 وبيتا 2 اللي دي موجوده في المايوكارديوم، ودي هدفها انها بتزود الهارت ريت وبتزود يعني ليها يعني بوست في كرونوتروبيك، وبتزود الكونداكتيفيتي يعني درومبوتروبيك، وبتزود الكونتراكتيليتي يعني اينوتروبيك. واللي موجوده في البلاد فيسلز بيتا 2 وبيتا 3، ودي التارجت بتاعها انها بتعمل فازو دايليتيشن، وبتشتغل على الاندوثيليا نيتريك اوكسايد ريجوليشن اللي هو فازو دايليتور. ده بالنسبه للبيتا ريسبتورز، في منهم بيتا 1 وبيتا 2 وبيتا 3، وده الديستريبيوشن بتاعهم في المايكارديوم في 1 و2، وفي البلاد فيسلز فيها 2 و3. طيب بعد كده بنتكلم على الالفا ريسبتورز. فالالفا ريسبتورز عندنا منها نوعين، الفا 1 والفا 2. الفا 1 ده تعتبر تقريبا هي المين بتاعتنا، وديت موستلي موجوده بوست سينابتيك، وديت الديستريبيوشن بتاعها موجود في اكتر من الاورجان زي ما احنا محطوطين قدامنا كده، الفاسكولار سموث ماسلز والجي اي تي سموث ماسلز والهارت والاي والليفر والبرين، لكن احنا هايلايتنج الاجزاء اللي فيها اكشن بتاعنا. فلو اشتغلت على الفاسكولار سموث ماسلز فده هيعمل لنا كونتراكشن او فازوبريسور افكت، ولما تيجي تشتغل على الهارت هيعمل لنا بوست بينوتروبيك انها بتزود اللينس اوف الكونتراكتيليتي، وده الميكانيزم ستيل ان كلير او عليه كلام كتير لسه مش واضح. ده بالنسبه للالفا 1 البوست سينابتيك. بالنسبه للالفا 2 فهي منها بوست سينابتيك ومنها بري سينابتيك. الالفا 2 البوست سينابتيك وده اللي موجود في الفاسكولار سموث ماسلز، وبرده بيعمل فازو كونستريكشن او كونتراكشن. انما البري سينابتيك بتاعها ده موجود في الادرينرجيك نيرف تيرمينالز، وده بيقلل الريليز اوف النوربينفرين، او مين اللي بيعمل سمباثيك نيرف سيستم انهبيشن، وده زي الدواء اللي احنا عارفينه اللي هو البريسيلكس او الديكسمتومودين. طيب ده سريعا كده البيتا والالفا ريسبتور، ده جزء الفيسيولوجي بتاعها. طيب في شويه براكتيكال ايشوز كده لما بنيجي نتكلم على البازوبريسورز او الينوتروبس لازم نكون واخدين بالنا منها لما بنيجي نتعامل معاهم. وهي اول حاجه ان احنا لازم كونسيدر الفوليوم ريسوسيتيشن، ما ينفعش استخدم فازوبريسور او اينوتروب والعيان يكون فاضي، لازم الحق استخدم. ده زي ما احنا كاتبين وين تايم بيرميت، لازم املى العيان كويس ان لاين ويز ان انا بستخدم فازوبريسور عشان اقدر امينتين بلاد بريشر، ما ينفعش ارفع الضغط على فوليوم، محتاجين نكنترول الفوليوم ده كويس. تاني حاجه من ضمن البراكتيكال ايشوز ان انا اعمل سيلكشن واستخدم واعمل تايتريشن للدوزز اللي انا هقدر استخدمها، وده اكوردنج للتايب اوف هاي بوتنشن او التايب اوف شوك اللي العيان موجود فيه. مثال مثلا زي السيبتك شوك، فالعيان ده مينلي ديستريبيوتيف شوك، يعني العيان ده فيه فازو دايليتيشن، ولذلك انا بستخدم الفيرست لاين حاجه تعمل فازو كونستريكشن وتقلل الكابيري بيرميابيليتي، وهي زي النور اد او الفينايل افرين. اما لو كان السبب بتاع الهاي بوتنشن ميكانيزم تاني وليكن هارت فيلير يعني بامب فيلير، فانا محتاج الاول استخدم حاجه اينوتروب زي الدوبيوتامين او الدوبامين كفيرست لاين، وده ممكن يرفع لي الانتروبيك افكت ويديني ويمنتين المين بلاد بريشر. وكذلك فلو في كارديوجينيك شوك او انافلكتيك شوك او نيوروجينيك شوك، فانا بعمل سيلكشن للايجنت اللي انا هشتغل بيه اكوردنج للباثولوجي او الباث فيسيولوجي اللي موجود عندي. ثالث نقطه هي الروت اوف ادمنستريشن. طبعا مفيش خلاف على ان انا لو عندي سنترال فينس لاين ده طبعا احسن من البريفر لاين. طب هل ممكن استخدم البازو بروسس والانتروبس دي بريفرالي؟ في ستادي جديده اتنشرت في 2020 ودي كانت سيستماتيك ريفيو، وديت ريبورتد ان انا بالفعل ممكن استخدم الفازوبريسورز ايفن الانوتروبس في بريفرالي، بس ده طبعا فور ليميتد تايم، ولازم يكون اللاين بتاعي يكون سكيورد كويس، ويكون الدواء فيري دايليوتد عشان افويد الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل، اللي هي مينلي الاكسترافازيشن، which is rare انه يحصل لو اللاين كان سكيورد. وهم كانوا في الاستادي دي ريكومندنج الانتي كيوبيتال فينز، دي فينز كويسه انها تكومبلين، ولازم اكون عارف اعمل ايه مانجمنت لو حصل اكسترافازيشن.
بعد كده التاكيفلاكسيز ديت رابع نقطة براكتيكال ممكن نبص عليها، وهي إن الأدوية دي مع التايم بيحصل لها تاكيفلاكسيز، ولذلك محتاجين نعمل ريجولار تشيك ونري تايتريت الجرعة عشان نوصل للتارجت بتاعنا. هي التارجتس بتاعتنا، التارجتس بتاعتنا إن إحنا نوصل للهيمودايناميك افكت، والهيمودايناميك افكت فيه جزء بالمعادلات كده مهم إن إحنا كلنا نبقى عارفينه، وهو إن المين بلاد بريشر هو عبارة عن الكارديك أوت بوت في السيستميك فاسكور ريزيستنس، والكارديك أوت بوت ده ستروك فوليوم في هارت ريت، والكارديك اندكس عباره عن كارديك اوت بوت على البادي سيرفيس اريا. هي دي المعادلات اللي احنا بنلف فيها او بنتكلم كلنا حواليها من اللي احنا عايزين نحقق فيها تارجتس عن طريق الفازو بريسورز والانوتروبس. بوصل دايما ان انا يبقى عندي التارجت مين ارتيريال بريشر يكون اكتر من 65 ملم ميركوري زي ما احنا قلنا في الاول، او الاند اورجان برفيوجن عينين مثلا التروما، انا محتاج ان انا احافظ على الاند على الاورجان برفيوجن كلها، خصوصا لو ما فيهوش سيريبرال انسلت يبقى انا محتاج عادي مين اكتر من 65، انليس ان العيان كان هايبرتنسيف فانا محتاج امنتين المين بتاعه على الابر ليميت على 75 80، او لو العيان طبعا فيه سيريبرال انسلت فده محتاج ان انا اكاونتر اكت عشان على الانكريزد انتراكرينال بريشر، وبالتالي ممكن اوصل لبريشرز اكتر من 65 و80 بسبب عشان اقدر احافظ على السيريبرال برفيوجن بريشر اجينست الانكريزد انتراكرينال بريشر. النقطة الثانية، لو أنا بستخدم الفازو بريسورز ما ينفعش تنيني أرفع فازو بريسورز، فأرفع دوت هيزود لي السيستميك فاسكور ريزيستنس جدا. أنا التارجت بتاعي إن أنا أحافظ على السيستميك فاسكور ريزيستنس من 700 ل 1000 ساين سكند بير سنتيمتر باور 5، هي النورمال من 700 ل 1200، بس أنا التارجت بتاعي إن أنا مينتينت في الليفل دوت، لأن برضه انكريزنج في الأفتر لود هيزود الأوكسجين كونسومشن. طب هل انا قلقان من التاكي كارديا اللي موجوده ولا مش قلقان من التاكي كارديا؟ انا بالنسبه لي الاكسجين كونسومشن في حاله انكريزد الافتر لود اكتر بكتير من الكونسومشن في حاله التاكي كارديا، ولذلك انا مش محتاج ان ارفع الفازو بريسورز اكتر من ان انا احافظ على السيستم فاسكور ديستنس في التارجت دوت. طب انا ستيل رفعت الفازو بريسورز وفي التارجت بس لسه الضغط بتاعه قليل ولسه هايبوتنسيف ولسه شوكت، انا بكوريكت الاذر فاكتورز، يبقى انا اشوف الفانكشن بتاعتي ممكن اكون محتاج حاجه تزود البامب بتاعتي او في بامب فيلر، فمحتاج استخدم حاجه انوتروبيك، اتشيك تاني الفوليوم ستيتس وادور على ممكن تكون الاسباب التانية اللي عامله لي الهايبوتنشن، انما ما اعتمدش على فقط على ان انا عمال ارفع الفازو بريسور وده يزود الافتر لود اجينست الهارت، وبدل ما ان انا افيد العيان ان انا عملت له بفيوجن بريشر انا بقتل المايوكارديا. طيب النقطه الاخيره في القصه بتاعه البراكتيكال ايشوز، العيانين كلهم اللي في الكريتيكال اللي هم كريتيكال ايل او في الاي سي يو بياخدوا ميديكيشنز كتير عن طريق السبكوتينيوس روت زي الهيبرين او الانسولين او تيفر. العيانين اللي هم وديت ستادي كانت اتنشرت في اللانسيت سنه 2002 وكانوا بيتكلموا فيها على البايو افيلابيلتي بتاعه الادويه اللي بتتاخد سبكوتينيوسلي في العيانين الكريتيكال ايل اللي على فازو بيرفورس تحديدا الكلكسان او لو مولكولار ويت هيبرين، وقالوا ان العيانين دول ما بيش بيستفيدوا من الادويه دي، ولذلك اي عيان كريتيكال ايل موجود في الاي سي يو على فازو بيرفور انا لازم امنع انه ياخد اي دواء سبكوتينيوس مش بيوصل ومش بيحقق البايو افيلابيلتي او التارجت اللي هو مطلوب منه. طبعا لازم وانا بستخدم الادويه دي من ضمن البراكتيكال ايشوز اللي ممكن تقابلنا كلنا، لازم اكوركت اي اسيدوزس، لازم احافظ على الاسيد بيس بالانس بتاع العيان ووز النورمال، لان الاسيدوزس بتافكت الانوتروبس او الفازو بريسورز، الاسيدوزس مش هتخلي اي من الادويه دي يشتغل وبالتالي مش هوصل للمين افكت بتاعي. طب الالكترولايت ديستربنس، هل الالكترولايت ديستربنس ليه وظيفه مهمه؟ بالفعل ليه وظيفه مهمه، ولكن هو اهم الكترولايت موجود هو الكالسيوم، لان في الفيسيولوجي بتاع الادويه ديت لما بتيجي تشتغل عن طريق السايكليك ام بي او تمسك في الريسبتور والانترا سيلولار سيجنالنج بتاعها فهو في الاول في الاخر بيعتمد على الكالسيوم، فالعيانين الهايبوكالسيميك مش هيجين البينيفيت من الفازو بريسورز والانوتروبس ايفن لو انا عمال ارفع الجرعات اعلى ثم اعلى ثم اعلى. طيب ايه هي الفازو اكتف دراجز او الفازو بريسورز او الانوتروبس عموما اللي ممكن تكون موجوده عندنا؟ في ده اول كلاسيفيكيشن ليها، وده متقسمه فيه الادويه الادرينرجيك اند نون ادرينرجيك. الادويه الادرينرجيك يعني اللي هي كاتيكولامينز، ودي بعضها موجود في الجسم وبعضها بيورلي سينثيتك، وده بيشمل الادرينالين والنور ادرينالين والدوبامين والدوبيوتامين والايزوبرينالين، فدول كلهم ادرينرجيك فازو اكتف دراجز. من ضمنهم الدوبيوتامين والايزوبرينالين ديت سينثيتك ودي مش موجوده في الجسم في الوضع الطبيعي. طيب الادويه الثانيه اللي هي النون ادرينرجيك فازو اكتف يعني فازو بريسورز او انوتروبس بس مش ادرينرجيك يعني ما فيهاش مش كاتيكولامينز، ودي بتشمل زي الفوسفودايستريز 3 انهبيتورز وهو الميلرينون، او الكالسيوم سنسيتايزرز اللي هو الليبوسيمندان، او الفازوبروستين اللي هو الانتودايريتيك هرمون، وريسنتلي اللي هو الاي في بي الارجينين فازوبروستين ده الاسم الجديد بتاعه، او النيتريك اوكسايد انهبيتورز اللي هو الميثيلين بلو، او الانجيوتنسين 2
ودوت برضو اي في دراج فور فازوبريسور والاندوثيريال نيتريك اوكسيد. دول ده اول كلاسيفيكيشن ممكن نقسم فيه الادويه سواء ادرينرجيك او نون ادرينرجيك. ثاني كلاسيفيكيشن اكوردنج للميكانيزم بتاعتهم او اكوردنج للافكت بتاعهم، فهم متقسمين الى اينو بريسورز واينو دايليتور وبريسورز اونلي. الاينو بريسورز اينو يعني ليها بوزيتيف اينو تروبيك افكت، وبريسورز يعني ليها بوزيتيف فازو بريسور افكت، يعني بترفع سيستمك فاسكولار ديزانس وبتزود الكونتراكتيفيتي. طب هم ايه الاينو بريسورز؟ انا عندي ثلاثه اينو بريسورز، الادرينالين والنور ادرينالين والدوبامين. طيب الاينو دايليتورز يعني ليها اينو تروبيك افكت وليها دايليتور افكت، يعني بترفع البامب فانكشن وبتقلل سيستمك فاسكولار ديزانس، وهم الدوبيوتامين والايزوبرينالين والميلرينون. طيب في ادويه بيورلي فازوبريسور يعني بتزود سيستمك فاسكولار ديزانس بس، وهم الفازوبريسين والفينايل افرين. يبقى ده اثنين كلاسيفيكيشنز، اول كلاسيفيكيشن اكوردنج للمولكولار بيزز بتاعتهم اللي هم ادرينرجيك ونون ادرينرجيك، ثاني كلاسيفيكيشن اكوردنج للفانكشن بتاعتهم سواء اينو بريسورز او اينو دايليتورز او بريسورز اونلي. طيب ده صوره بتتكلم عن كل الادويه وايه الافكت بتاعها وبتشتغل على انهي ريسبتورز والمين يوزز بتاعها، وهل هي سيف فور بريفرال يوز ولا مش سيف فور بريفرال يوز. ما نيجي نتكلم عن اول حاجه زي الاينو دايليتورز، يعني ادويه ليها انوتروبيك افكت، بوست انوتروبيك بتزود الكارديك كونتراكتيليتي، ودايليتور يعني بتقلل السيستميك فاسكولار ديستانس. الاقي ان على راسهم الدوبيوتامين اللي هو الدوبوتريكس، ودوت هنلاقي ان هو التارجت مين اللي بيشتغل على البيتا ريسبتورز اند ليت الالفا افكت في الاخر. ان جنرال هنلاقي ان كل البازوبريستورز الانوتروبس الهاي دوزز بالجرعات العاليه بتلص الريسبتور سبيسيفيستي، بمعنى انا ممكن ابدا بمثلا الدوبيوتامين في الاول هيبقى شغال بيتا، عمال ارفع الجرعه ارفع الجرعه ارفع ارفع، في الاخر انت خلاص مش هتبقى عارف هو شغال على الفا ولا بيتا، وهو هيكزرت افكت وخلاص. فما ذلك هو دوت مين لبيتا ريسبتور، فبالتالي بيزود الكارديك بروبرتيز كلها، يعني بيزود الكونتراكتيليتي يعني ليه بوست في انوتروبيك، بيزود الهارت ريت يعني ليه بوست في كرونوتروبيك، وبيزود الكوندكتيفيتي في الكوندكتيف سيستم يعني ليه بوست في دروموتروبيك. لما ولانه كمان بيشتغل على البيتا ريسبتور زي ما احنا قلنا في الاول الديستريبيوشن، فالبيتا ريسبتورز في البلاد فيسلز هي بتقلل السيستميك فاسكولار ريزيستنس. والافكت بتاع الكارديك اوتبوت هيكون هو محصله القصه ديت، احنا زودنا الانوتروبيك افكت وقللنا السيستميك فاسكولار ريزيستنس، لكن ان الضغط يقل مش هيكون بنفس المعدل قدام زياده البامب، ولذلك الكارديك اوتبوت بيزيد. والجرعات هنتكلم عليها ليتر. الميلرينون ده بيشتغل بميكانيزم تاني برضو اينو دايليتور، ده اينو تروبيك افكت وبيعمل فازو دايليتيشن بريفرالي، وده بيشتغل ده فاسكو دايليتيشن انهبيتور عن طريق ان هو بيزود السايكليك ام بي. السايكليك ام بي ده لما بيزيد في الميكارديوم هيعمل فازو كونستريكشن، انما في البلاد فيسلز لما بيزيد بيعمل فازو دايليتيشن، في الميكارديوم يعني هيزود الكونتراكتيليتي. الدواء الثالث هو الاينو دايليتور والايزوبريترينول او الايزوبرينالين، دوت بيورلي بيتا ريسبتور افكت، وده بيزود الهارت بيزود كل الكارديك بروبرتيز ومالوش افكت خالص على السيستمك فاسكولار، بينزلها جدا. وده المين يوز بتاعه في البرادي كارديا، ده اللي هو الفارماكولوجيكال بيس ميكر. يبقى كده دول الثلاثه الاينو دايليترز اللي ممكن يكونوا موجودين عندنا، الدوبيوتامين او الدوبوتريكس، الميلرينون والايزوبرينالين. بعد كده بنتكلم على البيور فازوبريسورز، وهم الفازوبريسين والفينايل افرين، ودي ادويه بتزود السيستمك فاسكولار ريزيستنس بس، ملهاش اي افكت خالص على الميكارديا. سواء الفازوبروسين بيشتغل على فازوبروسين ريسبتورز اللي هي في 1 وفي 2، والفينال افرين ده بيور الفا اجونست. طيب بعد كده الاينو بريسورز ادويه ليها بوزيتيف اينوتروبيك افكت وليها فازوبروسور افكت، يعني بتسمع ترفع سيستميك فاسكولار ريزيستنس، واولهم واشهرهم النور ابنفرين، وده اول دواء بنستخدمه لاي عيان هايبوتنسيف لحد ما انفستيجيت ونشوف القصه. يعني انا معايا عيان هايبوتنسيف، امنتين الفوليوم بتاعه وابص على الفوليوم بارامترز واشوف البرفيوجن بتاع العيان، وبرفع الضغط بالفازوبروسور النور ابنفرين ون انفستيجيت مور. ده هو اكتر دواء بنستخدمه في الموست تايب اوف شوك. فهو دوت الفا ثم الفا ثم الفا ثم الفا ثم في الاخر ليه سام سورت اوف بيتا افكت، زي ما احنا قلنا ان هو ممكن يزود الكونتراكتيليتي، ولكن برضه القصه ليه عليها ديبيتا. وده برضه زي ما احنا ممكن نستخدم بريفرال لحد ما اقدر اسكيور سنترال فينوس لاين. الادرينالين او الابنفرين ده بيشتغل انيشالي الفا وبعد كده بيرسبوند على البيتا. الدوبامين نفس القصه، الدوبامين كان فيه ثلاث جرعات، الدوبامين فيه لو دوز وفي ميديوم وفي هاي دوز. اللو دوز اللي هي الدوبامينرجيك دوز اللي بيشتغل فيها على الدوبامين ريسبتورز، وديت من 1 لحد 4 او من 2 ل 3 مايك بير كي جي بير مينت، وبعد كده عند هاير دوز ممكن اوصل بيها ل 8، يبقى انا دخلت على البيتا افكت، وبعد كده عشان ازود اكتر من 8 لحد 20
اوصل على الالفا افكت. الدوبامين ريسنتلي يعتبر اتشال من كل الجايد لاينز، لان هو بيجي يعني مش يلي قدامك العين هيبقى كويس، هيبقى في يورين اوت بوت كويس، والعين هيبقى بيلد اب ضغط، والكونتراكتيلتي هتبقى احسن، انما هو ليتر بيزود المورتاليتي. ده جدول صغير في الادويه اللي احنا كومنلي ممكن نكون بنشتغل بيها بالجرعات بتاعتها، من اول الانيشال دوز لحد الماكسيمم دوز اللي ممكن نوصل لها. اول واحد البازوبريسورز او الالفا 1 ادرينرجيك او الالفا ادرينرجيك، يعني نتكلم عن نور ادرينالين، انا ببدا بجرعه 5 من 100 مايك بير كي جي بير مينت، دي الانيشال دوز بتاعتي. ممكن ابدا تايتريت تايتريت وارفع الدوز لحد ما اوصل ل 3 و3 من 10 مايك بير كي جي بير مينت، ودي جرعه كبيره جدا. بس لازم اكونسيدر ان انا كل ما برفع الجرعه انا باجين كومبليكيشنز اكتر، بعمل هايبو برفيوجن ممكن اكتر، وبعمل مينلي على الحاجات اللي زي الجات، وممكن عن طريق السكين نزود السكين بتاعت الحاجات ديت. فالجرعات العاليه دي ممكن تلاقي السكين بقى نيكروتيك، هتلاقي البريفرال يبقى فازو كونستريكتد وبقى لونها ازرق، انها هايبو برفيوزد. ولذلك انا لازم لما بلاقي نفسي برفع الجرعات بتاعت الفازو بريسورز لازم افكر ان انا اشوف اسباب تانية ممكن تبقى موجوده، او استخدم سكند لاين، استخدم فازوبريسور تاني، بحيث استخدم دوايين فازوبريسور بجرعات قليله ويحققوا لي التارجت بلاد بريشر. تاني دواء الادرينالين، وهي بدايه الجرعه 1 من 100 مايك بير كي جي بير مينت، وممكن ارفع لحد 2 مايك. بعد كده بنتكلم على الفازوبروسين او الفازوبروسين او الانتي هيدروكربون، ده الجرعه بتاعته تقريبا من 1 من 100 ل 6 من 100 يونت بير مينت، احنا افريج بنشتغل على 3 من 100 يونت بير مينت. بعد كده بنتكلم على الانوتروب او الدوبيوتامين، وده بنبدا بنص مايك بير كي جي بير مينت اب تو 20 ممكن 40 مايك بير كي جي بير مينت. بس لازم اكونسيدر الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل في الهاي دوزز ديت، لان هو هايلي اريزموجينيك. ولذلك هم بعد الدوبيوتامين عملوا الميدرينون، ودوت فوسفودايستريس 3 انهبيتور، وده اينو دايليتور، يعني بيزود الكارديك كونتراكتيليتي لكنه بيقلل السيستميك فاسكولار ديسانس، يعني بيوقع الضغط بتاع العيان. ميزته ان هو ليس اريزموجينيك وبالتالي هو ايديال. الدوز بتاعته كان اول ما اخترعوه كان ليه لودنج وليه مينتنس دوز، وكانوا بيقولوا ان اللودنج دي عباره عن 50 مايك بير كي جي بتتاخد على 10 دقائق، وزي ما احنا دي عليها ديبيت وحديثا ما بقتش تتاخد. اما المينتنس بتاعته فهي من 125 من 1000 الى 75 من 100 مايك بير كي جي بير مينت، بس عشان تجين الافكت بتاعه محتاج تمشي عليه 24 ساعه متواصل اب تو 48، ما ينفعش ابدا جرعه واوقفه يبقى انا كده عملت منه حاجه. ووجدوا ان الكونتكست سنسيتيف هاف لايف بتاعت الميرينون بعد 24 ل 48 ساعه من الكونتينوس انفيوجن ممكن توصل لحد 8 او 9 ايام بوست ان انت وقفته، ستيل الافكت بتاعه موجود على البيشنت وعلى المايكارديوم ده. طب ايه هي الكومبليكيشنز عموما بتاعت الفازوبريسورز والانوتروبس؟ اهمهم طبعا الديسريزمياز والهايبو برفيوجن زي ما احنا قلنا بالهاي دوزز واللوكال افكت، وطبعا الميكارديال اسكيميا، لان انا طبعا لما عمال ازود الافتر لود، الافتر لود عمال يزيد، الافتر لود عمال يزيد، ده بيزود الاوكسجين كونسومشن في عيان الكورونرز بتاعته ممكن ما تبقاش هيلثي، فده ممكن يعمل هايبر برفيوجن وفي الاخر يزود يعمل اسكيميا اكتر. الهايبر جلايسيميا ده برده من ضمن الكومبليكيشن ممكن تحصل، لان احنا 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 فوكسنج على الريسبتورز اللي موجوده في الكارديو فاسكولار، نتكلم على الريسبتورز موجوده في المايكارديوم والبلاد فيسلز، انما نفس الريسبتورز دي موجوده في كل الانسجه، يعني هتلاقيها موجوده في الليفر، موجوده في الماسلز، ده بيزود الجلايكوجينوليسيس وبيزود البلاد جلوكوز، وبعضها موجود كمان على الانسولين، ايفن انها ممكن تسبريس الانسولين ريليز وبعضها بيزود الانسولين ريليز. فالقصه كومبلكس، العيان اللي على فازوبريسورز ده انت لازم تمنتين كل الهوميوستاسيس بتاعه، لازم تتاكد ان الاسيد بيس بتاعك كويس، الانسولين بتاعك كويس اللي موجود، البلاد جلوكوز كويس، العيان ما يدخلش في اي سورت اوف اي اندوكراين ديستربنس بسبب الفازوبريسورز اللي ماشي. طيب البريباريشنز للادويه اللي ممكن تبقى كوملي يوزد، ودي اللي موجود عندنا في المستشفى، الصور دي الادويه اللي عندنا في المستشفى. اولهم هنا بنتكلم عن نور ادرينالين، ده الامبول اللي موجود عندنا في الجامعه، فهو تركيزه 1 مللي جرام في 1 مللي، 4 مللي جرام في 4 مللي. هو مكتوب عليه 8 مللي جرام في 4 مللي، انما اكشولي هو الاكتف بتاعه 4 مللي جرام في 4 مللي، وده مكتوب في البامفلت بتاعت الدواء ده تحديدا. ده بالنسبه للنور ادرينالين. بالنسبه للدوبامين، يعني انا بصراحه ما عرفتش اصور صور افضل من دي، لان الكتابه يعني دايره على البتاع على الامبول كله. فالدوبامين الموجود عندنا 200 مللي جرام في 5 مللي، يعني السنتي الواحد في 40 مللي جرام. امبول الدوبيوتامين اهوت ده موجود 250 مللي جرام في 20 مللي، والادرينالين 1 مللي جرام في 1 مللي، اسمه ادرينا ماكس، ده اللي موجود، ديت الامبولات اللي موجود عندنا في الجامعه.
ودي الصوره اللي كنت بعتها لدكتور خالد بتاع تحضير الرقيه، عشان برضو ما تكون مكانتك واضحه قوي. الصوره معلش يا احمد استاذنك، بس اسف يعني الصفحه اللي قبل ديت، عشان هو 250 في 5 تقريبا صح؟ اللي هو الدوبيوتامين. الدوبيتامين 250 في 20، في بريباريشنز اصغر من كده بس هي مش موجوده عندنا في الجامعه. اللي موجود عندنا في الجامعه 250 مللي جرام في 20 مللي كدوبيوتامين، وده صورته. تمام. 20 مللي أمبول، 20 مللي امبول 20 مللي تمام. هتلاقي مكتوب عليه دوبيوتامين 250 مللي جرام بير 20 ام ال. تمام تمام. ماشي. ديت بقى الصورة بتاعت التحضيرات، عشان دي بتحصل فيها لخبطة. دي خلينا نتكلم عن الصورة دي. ايه؟ ثواني يا احمد، معلش. ماشي رفايا اللي تحتمل. الصفحة اللي فاتت برضو، الأمبول بتاع النور أدرينالين مكتوب عليه 8 مللي جرام بر 4 مللي. هو يعني ال 4 مللي جرام دولت الإفكتيف دوز، الإفكتيف بارت فيهم، ولا 8 مللي جرام؟ بص، هو الامبولات بيبقى مكتوب عليها، فيها دي بيبقى. في مصر ما فيش بريباريشن من نور ادرينالين اكتر من 4 مللي جرام في 4 مللي، ده الاكتف تمام. بتاعه. اي بريباريشن فهو 4 مللي جرام في 4 مللي، كل الامبولات اللي موجوده حاليا تقريبا كده، طب هما لان هو بيكون فيه قاد عليه حاجه اسمها نور ادرينالين باي تارتريت بريباريشن كده زي بريزرفاتيف علشان الدواء نفسه، انما مش اكتف. انما الاكتيفيتي، طب هو ليه في شركات بتكتب 8 مللي جرام في ال 4 مللي، وفي شركات بتكتب 4 مللي جرام في 4 مللي؟ هي فكره تسويقيه مش اكتر من كده يعني. تمام. انما هو 4 مللي جرام، وده يعني الشركه اللي جايبه لنا الامبولات ديت اللي هي المايلان دي، لو فتحنا البامفلت بتاعت الدواء هتلاقي مكتوب فيها ان الاكتيف بتاعه 4 مللي جرام في ال 4 مللي، مش اكتر من كده. فاي امبول نور ادرينالين موجود في مصر انت عامل من 4 مللي جرام في ال 4 مللي. تمام، ماشي يا تمام. احمد، شكرا. بص يا احمد، في حاجه، في امبولات زمان النور بنفرين ده كان اسمه ليفوفيد، تمام. كان 8 مللي جرام في 4 مللي، تمام. ده وموجود في بعض المستشفيات ليفوفيد بالاسم ده باينين. ده ما جاش على بصراحة كده. فالعادي ان 4 مللي جرام في 4 مللي ده اللي موجود في كل حته نور افريف وكده، لكن لو لقيت امبولات قديمه او لسه موجوده بتاعت ليفوفيد اللي بيجيبوها، لا هو 8 في الاربعه، 8 مللي جرام في 4 مللي. تمام. ده اللي هو بس استاذ الدكتور عبد الرحمن، هي النقطه دي ديبيتابل قوي، والحقيقه يعني فعلا ما حدش عنده كلير اكسبلينيشن هو ايه بالظبط الموضوع يعني. لكن هو 8 مللي، ايفن الامبولز اللي هي جرام في 4 مللي دي اللي هي ليفوفيد وليفوفرين بتاع اي جي فارما، ده جوه البامفلت بتاعته مكتوب فعلا ان الاكتيف انجريدينت 4 مللي جرام مش 8. ايفن مع فالحته دي ليفوفيد احنا اللي هو كنا بنستخدم المستورد فيها ده، فتره مع ايفن مع فلينج ليفوفيد. ليفوفيد وليفوفرين الاثنين. ليفوفيد معاك 4 في 4، لكن ليفوفيد الاصلي انا ما شفتوش يعني. ليفوفرين كمان مكتوب عليه 8 مللي جرام على الامبول، 8 مللي جرام في 4 مللي. لما حضرتك تشوف البامفلت بتلاقي مكتوب عليها 4 مللي مللي جرام. جرام في 4 4 4 مللي ماشي. يعني احنا كنا ممكن بنتكلم نشوف. ماشي شويه مع ماشي دكتور علاء عياد في الفارماسي وكده، ان احنا نشوف الموضوع فعلا ايه، ما وصلناش لحل نهائي يعني، لانه انا رايي برضو من راي احمد يعني، واضح ان ده موضوع بس حاجه للتسويق يعني وللحاجات كده، لكن اكشولي هو انا اعتقد ان احنا نتعامل معاه على انه 4 مللي جرام مش 8 مللي جرام نور ادرينالين. ماشي كده ماشي كده. الصورة بقى ديت بتاعت تحضير الأدوية. إحنا عندنا كل كولمن من دول بيتكلم عن دواء: أدرينالين، دوبامين، دوبيوتامين، نيتروجليسرين أو ترايديل أو نترونيل، ونور أدرينالين. إحنا ده أول رو فوق. الرو التاني مكتوب فيه البريباريشن في سترنج الـ50. مثلا الادرينالين احنا بنحضر 5 مللي جرام في سرنج 50، يعني بنسحب 5 امبولات ادرينالين على سرنج 50، ده ستاندرد بريباريشن. بعد كده ننزل للسطر اللي تحت ده الرو الثاني، هنلاقي مكتوب ديت يعني كام مللي بر اور هي ايكوال الانيشال دوز بتاعتي اللي هي 1 من 100 مايك بير كي جي بير مينت، اللي هي 10 نانو جرام بير كي جي بير مينت، دي الانيشال دوز بتاعت الادرينالين. وليكن لو العيان وزنه 80 كيلو
فلو انا عايز امشي بالانيشال دوز فهي تساوي 4 من 10 او 5 من 10 مللي بير اور يعني. ده الانيشال دوز بتاعت مثلا الادرينالين في عيان وزنه 80 كيلو لو انا عامل بريبريشن 5 ملغ في 50 مللي. طب انا عايز ابدا ارفع الجرعات، لو الواحد من 100 مايك كانت نص مللي مثلا، زي ما احنا بنقول الرقم هنا نص مللي بير اور، يبقى الاثنين من 100 مايك هي 1 مللي بير اور وهكذا المضاعفات، ونرفع زي ما احنا عايزين لحد الجرعه اللي احنا عايزينها. طيب ده مثال مثلا على الادرينالين. ده مثال الدوبامين، برضه بنسحب الامبول ال 200 مللي جرام على السرنجه ال 50، وده ايكوال للملي بير اور اكوردنج للويت بتاع العيان الانيشال دوز اللي هي 1 مايك بير كي جي بير مينت. والدوبيوتامين نفس القصه برضه، الامبول ال 250 على السرنجه 50، وده الملي بير اور اكوردنج للويت كورسبوندنج انيشال دوز 1 مايك بير كي جي بير مينت. والنيتروجليسرين احنا بنسحبه سك يعني 50 مللي جرام في 50 مللي، وده الريت بير اور اكوردنج للويت. والنور ادرينالين نفس القصه برضه، الامبول الواحد على السرنجة ال 50، هنقول لو امبول على السرنجة 50 لو العيان وزنه 100 كيلو فده يمثل حوالي 8 من 10 سنتي في الساعه لو انا عايز ابدا بالانيشال دوز اللي هي 1 من 100 مايك بير كي جي بير مينت، وانت تزود الجرعات بعد كده. المعادله اللي موجوده تحت ديت تخليك تقدر تحسب ملي بير اور لاي دواء انت عايزه، بشرط يبقى عندك معلومتين فيها. المعلومه الاولانيه هي ان انا عندي جرعه بالمايك بير كي جي بير مينت، والمعلومه الثانيه انا حاطط كونسنتريشن قد ايه في السرنجه ال 50 بالملي جرام. المعادله دي يونيفرسال لاي دواء عايز امشيه بالملي بير اور على اي جرعه، بس لازم في سرنجه 50 عشان ده الثلاثه ده كونستانت كورسبوندنج للسرنجه ال 50، فده على السرنجه ال 50 بس. لازم اعرف المعلومتين دول، مايك بير كي جرعه بالمايك بير كي جي بير مينت، وانا حاطط قد ايه ملي جرام في السرنجه ال 50. تقريبا وصلنا لنهايه المحاضره. انا بس عايز نكونسيدر بعض الحاجات المهمه، هي ان انا قبل ما استخدم الفازوبريس والانتروبس لازم يعني اخلي العين ايفوليميك، تشيك الهايبوفوليميا ثم الهايبوفوليميا ثم الهايبوفوليميا، عشان ديت حتى ان هي مهما انا رفعت في الفازوبريس والانتروبس مش هجين البنفيت بتاعت الادويه ديت، بالعكس انا هزود الهرم للعيان. تاني نقطه ان انا التارجت مين بريشر بتاعي، ابقى عارف انا عايز اوصل تارجت قد ايه، وكل الجايد لاينز بتتكلم على تارجت اكتر من 65 ملم ميركوري اكوردنج لمين بلاد بريشر، او الاند او التارجت المور يعني الادق اكتر او المور اكيوريت اللي انت بتتكلم على الاند اورجر بنفيوجن. النقطه الثالثه تايتريت ثم تايتريت ثم تايتريت، ما نبداش بجرعه عاليه وبعدين ننزل بيها، ابدا من الاول بجرعه صغيره واحده واحده، ارفع الجرعات بتاعتك اكوردنج وانت بتظبط الفوليوم بتاعت العيان. النقطه الرابعه لو لقيت نفسك هتوصل لجرعات عاليه قوي من سنجل ايجنت او من سنجل فازوبريسور، هولد على الفازوبريسور دوت يعني كنت قلل خليك جرعه وحط سكند لاين من الفازوبريسور او الانوتروب عشان تستخدم دوايين بجرعات اقل يعني يوصلك لبنفيت. النقطه الرابعه اتاكد ان الاسيد بيس بالانس بتاع العين كويس، والالكترولايت مفيش الكترولايت ديستربنس عشان دي مهمه جدا، تحديدا الكالسيوم والاسيد بيز الاسيدوزس فيها مشكله. احنا دايما عندنا في حته الاسيدوزس ديت ديبيت، هل ادي العين باي كارب ولا ما ادهوش باي كارب، وريسنتلي اتقال ان الانديكيشنز بتاعت الباي كارب ادمنستريشن ان يبقى البي اتش اقل من 7 15 والباي كارب نفسه اقل من 15. في كمان نقطه ثالثه ان يكون لو الارقام اعلى من كده بس عين على فازوبريسور او انتروبس انا هديله باي كارب، يعني جاي لي بي اتش 27 7 25 وباي كارب على 18 بس العين على فازوبريسور، لا ده انديكيشن ان انت تدي باي كارب وتصلح الاسيدوزس اللي موجوده ديت مايلد، لان ده هيساعدك تنزل بجرعات الفازوبريسورز والانتروبس وتوصل للماكسيم افكت بتاعها او البنفيت منها. واخيرا دواء اللي هو اسمه ميسيلين بلو او ده الاندوثيليال نيتريك اوكسايد انهبيتور، دوت بيتحقن اي في في العيانين اللي هم الريزيستنت للفازوبريسورز كميكانيزم ان هو بيكاونتر اكت الفازودايليتيشن اللي موجود، بس ليه سايد افكت ممكن تحصل، بس ده يعني مش موضوع المحاضره، بس انا حبيت ان انا اذكره اللي هو يعني عشان برضه لو حابين ندور فيه بعد كده. بس شكرا، ولو حد عنده اي اسئله يعني. شكرا جزيلا يا احمد، ويل دون والله، حاجه جميله قوي، برزنتيشن تو ذا بوينت وكلينيكالي اورينتد يعني، وده يعني ده المنتظر دايما من احمد اشرف، وان شاء الله ده يكون يعني الريجيمن بتاعنا بعد كده ان احنا شويه نبقى مور كلينيكالي اورينتد يعني، بحيث ان احنا نقدر ناخد التيبس اند تريكس دي في الشغل بتاعنا يعني.
بشكرك مرة تانية يا أحمد، وبكرة فيا بقى. شكرا لحضرتك، شكرا لحضرتك دكتور خالد، شكرا ليك كمان. دكتور أحمد كتير جدا، شكرا بجد للمجهود، ربنا يكرمك. الحقيقة أعتقد إن إحنا كلنا استفدنا الحقيقة من أول واحد لآخر واحد، بس أنا ليا بعض استفسار مش مطلوب من حضرتك إن أنت هتجاوبها مباشر، بس ممكن كل الجروب يعني نشوف إحنا يعني نكمل بقية الفوينتس دي إزاي. يعني النقطة اللي أنا كنت أحب قوي أسمعها هنا حاجتين، المونيتورينج العيان بتاع اللي انا هديله فازوبروسولوس او انيتروبس الحقيقه. النقطه الثانيه وده فور ديسكشن روت فاستريشن، انا هل انا بريفرال ولا سنترال، هل ده تفرق من دواء لدواء ولا لا؟ الحقيقه انا شايفاها نقطه برضو بالنسبه لنا براكتيكال في عيان الاي سي يو، الحقيقه شايفاها نقطه. رايكم فيها ايه يعني كاساسيتي وكزملاء يعني كده؟ طيب اتفضل يا احمد. النقطه الاولانيه بتاعه المونيتورنج، طبعا لو اي عيان ماشي على فازوبريسورز او انيتروبس، وين لو ده فيزابل بالنسبه لنا يكون عندي انفيزبل بلاد بريشر، طبعا ده بالنسبه لي هيكون الايديال بتاعي والمهم. انما لو مش فيزابل بسبب السيتنج او الفاسيلتيز او وات ايفر القصه او البيرسونيل اللي موجوده، فممكن اعتمد على نون انفيزف عادي، بس لازم الفريكوانسي بتاعته تبقى نارو. يعني ما ينفعش ان انا اقيس كل ساعه كل ساعتين، لا ده ايفن كل خمس دقائق او ممكن تايم اقل كمان من خمس دقائق، ايفن ممكن ثلاث دقائق او دقيقتين ونص كمان، عشان ابقى مور كلوز. والتارجت بتاعي يعني ما بين ان انا باسس المين بلاد بريشر والسيستوليك، لازم اكونسيدر الاثنين دول معايا. ده فيما يخص المونيتورنج بتاع العيان على فازوبريسورز انوتروبس، وطبعا الاي سي جي والهارت ريت بتاع العيان مهم، لان بعض الانوتروبس هي اريزموجينيك زي ما قلنا، زي الدوبيوتامين وطبعا الادرينالين، الادويه دي اريزموجينيك وممكن تدخل عين في مالجنت اريزمياس، فده لازم يبقى كونسيدرد. واللي هو هينعكس ان انا يديني كاردك اوتبوت قليل وفيلنج تايم قليل وهايبوتنشن اجين، وندخل في فيشس سيركل ما نقدرش نكنترول السيركل دي خالص. ده فيما يتعلق بالمونيتورنج. وطبعا جزء اسمحك يا دكتور، اسمحك يا دكتور احمد بس اضيف حاجه صغيره، يا ريت عشان بس لما يعني لو احنا هنمتحن او بعد شويه هنبقى ممتحنين لحد، يا ريت نرتب نفسنا في المونيتورنج دايما. عندي كلينيكال مونيتورنج وبعد كده بقى انفيز او نون انفيز اللي هي، فانا احب قوي في عيان العيان اللي انا هحط له فازوبريسور اعلق على بعض الحالات حاجات كلينيكال زي الكابيلاري فيلنج، زي التمبريتشر ديفرنس، زي البرفيوجن كلينيكالي. انا عيني على العيان الحقيقه انا شايفه ان دي نقطه مهمه جدا، وانا داخله الاوضه بقول العيان ده لا البرفيوجن بتاعه بريفرلي مش حلو مش عاجبني، ابدا استعمل بعديها بقى حاجات تانية زي ان انا اشوف التمبريتشر ديفرنس بين الكور والبريفرال تمبريتشر، او اشوف الكابيلاري فيلنج بأي بأي جهاز أي whatever. يعني طبعا كلام حضرتك كله مظبوط، بس دي النقطة اللي أنا عايز أقول عليها. خلينا نمشي بيزك ABC الكلينيكال عندنا رقم واحد في الحالات دي يعني. تمام دكتور رافيا، طبعا زي ما بتقولي الكلينيكال ده مهم من أول الكونشس ليفل، يعني زي ما كنا بنتكلم التارجت اند، يعني الاند اورجان برفيوجن اللي هو قد يكون سيريبرال، فالكونشس ليفل بتاع العيان، اليورين اوتبوت، الكابيلاري ريفيلنج اللي هو مثلا بنتكلم في تايم اقل من 3 ثواني، ده جود برفيوزد وجود فوليوم ستاتس، وده ريسنتلي حتى مكتوب في بعض الجايد لاينز اللي هو كابيت سايد تيست للبرفيوجن والفوليوم ستاتس، اللي هو الكابيلاري ريفيلنج التايم بتاعه يكون 3 ثواني او اقل، طبعا اكتر من كده فده فيه سام سورت اوف هايبر برفيوجن وديبليشد فوليوم. فالكلينيكال طبعا في الاول مهم، وده بعد كده بنتكلم على الميجرز الثانيه بتاعه المونيتورنج الانفيزبل. طيب استاذنكم كمان اضيف بس في الـ يعني جلوبال الاسسمنت بتاع البرفيوجن بالاضافه لليورين اوتبوت اللاكتيت، خصوصا اذا انا مستخدم انوبريسور يعني او اي فازوبريسور عموما، مش لازم اينو يعني اي فازوبريسور عموما مع الانتنس فازو